زون ميكست. رجعنا من جديد في زون ميكس مع ضيوفنا اليوم نعيم اساسي كما زعيم طارق المسعودي. رحب بكم من جديد. قلنا نعمل تريحه قبل ما نكمل نحكيو على القرعه ونمشيو للدوحه. نمشيو ملعب رادس بعد شويه تبدا مقابله ليسبيرونس في مقابله الجوله الختاميه من مجموعات تشامبيونز ليغ ضد بلوزداد. قلت ماتش شكل شويه لكن ثم رهان كمام اللي هو المرتبه الاولى في المجموعه هذه اكيد اللي تخول صاحبها يكون عنده قرعه اسهل نوعا ما في التور الجاي في الكارديو فينال تشامبيونز ليغ. على كل نمشيو رادس وموجود زميلي وليد برحوم. وليد اهلا بيك. اهلا بيك اسلام. ونحط ثلاثه اسره تحت نوعا ما لانه حتى اللي باش يترشح الاولاني مش مؤكد كونه باش يتفادى فرق كبار في افريقيا لانه في المجموعات الاخرى فما فرق كبيره قاعده في تنجم تكمل دوزيام. الملاعبيه نتاع زوز فرق حاليا قاعدين يقوموا بحركات الاحماء هوني على ارضيه ملعب ردس. الارضيه على ما يبدو أرضية جيدة بالرغم من كثرة المقابلات على أرضية ملعب رادس اللي هو ما زال الملعب الوحيد المؤهل لاحتضان المباريات الأفريقية. ما نطولش عليك إسلام. هي سهرة رمضانية لكن باردة في الطقس وباردة كذلك في غياب الجمهور. تعرفوا اليوم الترجي أول مبارياته اللي باش يقضيها من غير جمهور من ضمن زوز مباريات كعقوبة بعد إلقاء الشماريخ في مباراة النجم الساحلي في دور المجموعات. نعطيك تشكيلة فريق بلوزداد باش يبدأ بأحمد عبد القادر في حراسة المرمى، شهيب كداد بالنسبة لقائد الفريق باش يكون نساخ شمس الدين، محمد إسلام بكير، كريم العريبي اللي هو نعرفوه الناس كل المهاجم تاع النجم الساحلي سابقا، احمد ايت عبد السلام، خير الدين مرزوقي، حسين سالمي، خالد بوسليو، زين العابدين بولخوه، وحسام مرزيق. هذايا ال11 اللي باش يبدا به بلوزداد. بالنسبه للترجي معز بن شريفيه قائد فريق في حراسه المرمى، على اليمين رشاد العرفاوي، توغاي بدران في اللاكس، على اليسار باش يكون محمد امين بن حميده، قدامه غيلان الشعلاني، فوسيني كوليبالي، وصابر بوغرين. بالنسبه ل فما كذلك باش يلعب بلال شبار كثلاثي محور دفاع اسلام، باش يلعب ثلاثه في اللاكس، وايدو كينغز كلي وايولا القدام. هذا بالنسبة لتشكيلة الترجي. فما بعض التغييرات كما لاحظت في تشكيلة الترجي. في الاحتياطيين باش يكون فما زياد بالريمة، حمد الهوني، خليل شمام، فاروق بن مصطفى كحارس مرمى، كوفي كذلك كواحد من الحلول الهجومية، الياس الشتي، فادي بن شوق، منتصر التريكي، ومحمد علي بن حمودة. هذا ورقة المباراة. بالنسبة وليد بن رمضان مش على البنك؟ لا بالرمضان ماهوش موجود على اورليست بالرمضان، دونك ماهوش موجود في ورقه المباراه بالرغم اللي هو تعرفوا هدف الترجي في التشامبيونز ليج محمد علي بالرمضان. يبدو لي قرار معناها باش يرتحوا راضي الجعادي. هذا اغلب الظن. ما فماش تفسير اخر لانه ما عندوش عقوبه الانذار ونستبعد كونه يكون كذلك مصاب. هذا اللي نتمناه كونه ما يكونش مصاب. يمكن بسبب المباراه اللي لعبها نهار الثلاث، ولو غيلان الشعلالي كذلك كان لعب 90 دقيقه ضد مالي واليوم نلقاه اساسي. تو نطرحوا اكثر السؤال على المسؤولين والاطار الفني هوني في ملعب رادس نتاع الترجي الرياضي التونسي. ما يخفيكش كذلك اسلام بدران لعب مع الجزائر، لعب 120 دقيقة، وكذلك لا ديسيبسيون تاع انسحاب الجزائر اكيد باش يكون عندها وقع على الملاعبي. تو نشوفوا كيفاش باش يحاول يتخلص من هالخيبة الامل هذيا في مباراة اليوم ضد فريق جزائري اللي هو ماهوش جديد على ملعب رادس وماهوش جديد على الترجي الرياضي التونسي. ايضا الوليد انيس البدري من عاش نعيمه كان عندك سؤال مسيرش تفضل روح مفتوح المجال. انا حبيت نساله انيس البدري لانه سمعنا انه باش يكون موجود على البنك. هو موجود قبل الوديه وسط الجمعه مع رجيش كان لعب ميطون لكن يبدو لي اليوم مش موجود هكا ولا وليد؟ لا ماهوش موجود على بنك الاحتياط. الحلول الهجوميه قاعد نشوف في فما على البنك فما بنشوق فما كوفي فما بالريمه
وفما كذلك اللاعب بن حمودة. هذوما الحلول الهجومية اللي موجودة على بنك الاحتياط مع الهوني بالطبيعة اللي هو كذلك على بنك الاحتياط. هذوما الموجودين على بنك الاحتياط. بالنسبة للبدري ما هوش موجود. تيك صحة، شكرا ليك وليد على كل هذه التفاصيل. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على التشكيلة. شنو رأيك فيها الساعة؟ المخول رقم واحد باش يحكي على ترجي كما يزعي. والله التشكيله نشوفها صحيح، ممكن طريقه اللاعب اللي باش يلعب بها رضي جعادي 3 5 2 و 3 4 3، ممكن تصرف اللاعبين قاعد راضي قاعد يبدل وقاعد ينوع في التغييرات نتاعو. وسمحني نقص عليك، كمال ظهر لي ماهوش شوا اليوم خاطر عنده الفادع ومشموم مرضوا بين الزوز. اي ممكن، اي ممكن بحكم الاصابات، لكن نعرفوا اللي راضي من اول ما جا ديما طريقه اللي يحب طريقه اللعب نتاعو تكون حبي غيرها في الترجي مرة 3-4-3 مرة 3-5-2. دونك اليوم كما قلت ممكن بالغيابات ممكن بحكم الإصابات قا روحه مجبور باش يلعب بالطريقة هذه، لكن في الترجي الرياضي التونسي فما الرصيد البشري، حتى كي تكون فما غيابات ما تنجمش تأثر على الفريق. صحيح المباراة نتاع اليوم مباراة على المرتبة الأولانية، مباراة صحيح ما فيهاش رهان كبير، لكن ديما مباريات هذوما ديما المدرب يحاول يخرج منهم اقصى حاجه للتطبيق للاعبين، الانتصار حتى يكون انتصار معنوي، للخروج من دوري المجموعات في المرتبه الاولانيه، ترشح. دونك ديما هذم كل العوامل اللي يخليه اللاعب تحفيز نوعا ما، تحفيز للاعب وتحفيز للمجموعه. بالنسبه للترجي ان شاء الله تكون انتصار على قليله نخرجوا في متصلين في المرتبه الاولانيه. طارق شنو رايك في التشكيله وخاصه غياب رمضان اليوم؟ ينجم يكون معناتها ماتش مهم، ينجم مدرب يعطي راحه للملاعب معناها في ماتش كيما هكا. راحه نتصور فاتيغ لو جمعه وثلاث كونتر مالي وبرنزان. دو فواياج ماشي. دو فواياج واللي زادفيرسير ديريكت نتاع محمد علي كانوا كاسحين على الاخر. عمل وحتى باكيتا راه تحصص ملاعبيه نتاع شباب الوزداد. عمل من ماتش كبير، ولو انه فما برشا سمعت اللي قالوا محمد علي برمضان متوسط ولا لا، سورتو في مالي راه عمل ماتش كبير، راه نلعبوا مع احسن من احسن المنتخبات اللي خرجوا. نرجعوا نحكيوا على المنتخبات، راه خير من كاميرون وخير من غانا وخير من اقوى لي ميليو. هاي هاي برشا انرجي تحط في الـ في الـ في الماتش تاع مالي ثلاث جمعه وثلاث. دونك لوجيك نتصور بريكش بدايه اوجاع ولا حاجه حشو بيت باش ترجع البطوله تو، باش ترجع بعد باش ينشيني بعد تشامبيونز ليغ مونديال جي، ما فماش برشا وقت الكالندري سريع على الاخر. اما فرصه كما قال تو كمال عنده فما الافكتيف عنده علاش يدلل. دونك اليوم شعلاني وبوغرين وكوليبالي حاجه واحده نستناو كيفاش باش نشوفوهم واقفين في التيران، لانه 3 5 2 لهنا باش نشوفوا كيفاش الوقفه نتاع ايوالا وين. في اعتقادي 3 4 3 اكثر بوغرين وايوالا على جناب ويدوه مهاجم ولا فوالا. ممكن بوغرين يميل اكثر على اليسار معناها باش في صنع اللعب لاعب معناها تريز انتيليجون، بدل 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 حتى الوجه الهجومي نتاع الترجي بك اللمسه الفنيه ملاعبي عنده برشا. ترجي من سعد بقير اللي كان في فتره في الفتره الاخرانيه نتاعو في الترجي خاصه في الباليتي معناها فما كاليتي كبيره برشا البوغرين، وفي اللعب تكنيك مو معناها من سعد بقير ما شفناش ملاعب يصنع في اللعب في الترجي ويتحكم ويعطي كونفيونس لاصحابه، معناها كاليتي تكنيك نقولوا احنا ليفل عالي معناها حاجه باهيه. هذا عاون برشا الترجي. لو كي نحكيو على تحسن الترجي نتاع جعادي راهو منهم العوامل منهم اللي هو بوغرين. اي ولا انا حسب رايي كل ما يكون معناها حتى في الكولوار باسيف شويه معناها كل ما يقرب للسيرفاس يكون اخطر يكون ينجم يعاون. ايدو الناس كل عرفته يخدم برشا الى اصحابه يتعب لي زادفيرسير معناها سير بلون فيزيك قوي ماهوش هداف لكن دخل في المنظومه نتاع جعادي. رشيد العرفاوي لعبها على اليمين معناها كسونتري دروا لعبها جربها اول عام ونجح معناها. رشيد العرفاوي من احسن اللاعبين في الترجي تو وين تحطه تلقاه ملاعبي بوليفالون ملاعبي انتليجون معناها كان درب عندي في النادي الافريقي اسلام ملاعبي عامل باك بلس 3 سبور ثقافه ونظافه والانتليجونس معناها ويحب يوصل معناها من عاود بناء من الاول جديد عمل عامين في سليمان وبعد في الترجي بالافكتيف هذا الكل وديما تلقاه يا ارير دروا يا اتاكون. دونك لهنا الميريت يرجع له معناها كي يبدا واحد ملاعبي يتعب ويخدم نتكلموا عليه ونقولوا عليه الكلام اللي يستحقه ونستناو
للانيماسيون في مخ راضي وين ماشي الاكثريه كيفاش باش يتحركوا سورتو سورتو لي دوز اتاكون وبوغرين لي دو لاتيروم واضحين باش يكونوا معناها لي دوز اكسونتريك باش واضحين باش يكونوا عندهم اكثر حريه للقدام ونستناو الروندمون خاصه نتاع نتاع وسط الميدان وبدران مش موافق بالعكس هو احسن حاجه انه مش يلعب ماتش فيسا معناها بعد ديسيبسيون تاع الجزائر انه ما تنجم تنسيه كان الكره معناها كي يدخل في ماتش اوفيسيل صحيح ينسى الديسيبسيون اللي صارت لهم ونستناو ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للترجي في الكبار. انت حكيت على البدري خلينا نسالك على البدري هذه لغز ولا في الترجي وحتى في المنتخب ظهر لي ملاعب كامل احسن لاعبيه في تونس اليوم ظهر لي خطوه كبيره عملها التالي اوكي اصابات لكن برشا نايم. جيت باش نحكي شويه على بالرمضان بالرمضان عمل ريتم دونفير من ديبي دي سيزون حتى لتوا يعني لوجيك ياسر انه راضي جايدي يخليه يرتاح تقريبا حتى في مباريات البطوله الكلهم يتبدلوا الا بالرمضان ما يتبدلش حتى غيلين تلقى غيلين قداش من ماتش يلعب حتى على البنك ويدخل من بعد لكن بالرمضان يقعد ماتش كامل يلعب الوحيد اللي ما يتغيرش يعني عادي جدا انه راضي جايدي ما يبدلوش كذلك في التشكيله الحاجه الباهي انه في راضي جايد ذولي تفكير نتاع مدافع مش قاعد يبدل في اللاكس نتاعو بن شريفيه واللي دوز اكسيو الديريه كان قبل عمامه لكن كي رجع بدران رجع اللاكس نتاعو ظهر انه راضي جايدي يخمم تخمام نتاع التخمام الانجليزي اللي عندك الديفونس ما بدلهاش اللي هو حارس المرمى واللي دوز اكسيو نتاعو فما بوغرين ان كونتيستابل يظهر لي ولا ايوالا كيف كيف ويدو يظهر لي كانه راضي جايدي ظهري للملاعبين نتاعو الاساسيين واضحين يعني التشكيله نتاعو هذيك هي حتى في مباريات كيما مباراه اليوم بالوزداد ما يبدلهمش يعني كان ينجم اليوم ما نلقاوش بوغرين كنا نجمو ما نلقاوش ولا نلقاو ملاعبي اخر لا في مباراه كيف اليوم نلقاو الملاعبيه هذوما موجودين يحافظ على السكوليت نتاعو ويبدل كلكو جوار اللي هما ينجموا يتبدلوا عنده الاخرين ما يتبدلوش باش نرجع للبدري بالنسبه لي البدري انا هو انسان زاد في عقليته راهو ممتاز جدا راهو البدري بروفيسيونيل يعني وقت اللي يقول لك انا حاضر حاضر وقت اللي انا ما نجمش نكون حاضر ما نجمش نكون حاضر ما نتصورش انه انيس البدري حاضر وراضي جعادي ما يلعبوش يعني انيس البدري يحب يحضر 100% وتلقاه موجود 100% ما عادش في شيء هذيك حاجه اخرى هو الاصابه نتاعو راهي الاصابه معناها صعيبه برشا وفي اللهجه هذاك ماهيش بالسهل انك في تفكير راضي جعادي انه ماهوش من لي برومي جور اللي عنده ما نتصورش لانه ملاعبي كيما انيس البدري معناها نجم نستحقه في سورتو في الكومبيتيسيون افريكان بالاكسبيرونس اللي عنده ينجم يكون وعنده بلاصه وزاد حتى مع المنتخب قاعدين نشوفوا في المنتخب نحتاجوه برشا ان شاء الله ان شاء الله ما نتصورش انه الاداره ماهيش بتجدد والا راضي الجعادي مش مقتنع بملاعبي كما انيس البدري ان شاء الله يرجع ومسحقينه في الترجي وفي المنتخب زاد كمال شوف حاجه قاعده تبدل برشا حبيت يحكيوا على بصمه نتاع الجعادي لعب معك انت راضي هكا ولا شوف فما بصمه نتاع راضي قاعده تصير في الترجي في تونسي برشا رضا على الاداء ولو انه نتائج مره تبع مره لا شوف صحيح فما كما قلت نتائج تبع مره لا وكل مره كيفاش النتائج لكن تحس راضي مازال عنده شويه وقت يعني مازال فما حاجته محتاج شويه وقت اكثر باش ممكن يلقى الفورمول الباهيه وصحيحه للترجي خاطر شفنا الترجي في عديد المباريات شوط بشوط شوط يكون باهي شوط يكون دون المستوى لكن تحس اللي راضي قاعد يخدم في خدمه كبيره برشا مع اللاعبين مع المجموعه مع الفريق كامل هاوك علاش حتى الغيابات ما تحسش اللي فما برشا غيابات ما تحسش اللي اللاعب وقت اللي يغيب ياثر على الفريق ديما فما تغييرات ديما فما طريقة لعب جديدة ديما فما حتى طريقة اللعب وقت اللي تلعب 3-5-2 ولا 3-4-3 ولا حتى 4-3-3 ما تحسش اللي الفريق تاع الترجي من 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 الرسم التكتيكي هذا الرسم التكتيكي الثاني تغير ولا تحسوا يعني اللاعبين ما فهموش لا فما طريقة اللي يخدم بها راضي جعايدي طريقة بالنسبة لي أنا تعتبر ناجحة لكن يبقى العامل الوقت هو الأهم حاجة بالنسبة لنا بالنسبة المدرب ديما يحب ماذا بيه بأكثر وقت بأكثر حصص تمرينية أكثر مباريات وتنساش هذا الكوبير هذوما اللي موجودين في الشامبيونات كل مرة كل ما تبدأ البطولة موجودة واللاعبين ياخذوا الريتم النسق نتاع المباريات وياخذوا المباريات كل مباراة وحدها بعد جي فما كوبير نتاع المنتخب في العالم الكل اي في العالم الكل لكن احنا في الفترة الأخرانية قعدنا شهرين ممكن ما لعبناش اللي صار هذيك عمرها ما صار راهو قعدنا شهرين ما لعبناش كوبا راهو بولكان وقتها جاوا مع بعض
72 يوم يعني فهمت يعني بفتره كبيره برشا حتى اللاعب كيفاش باش تكون التحضيرات نتاعو كيفاش باش تحضر المباريات كيفاش باش يعني باش تتفسخ وتعاود من الاول جديد وهذا اللي شفناه في ليزيشيك نتاع الفرق التونسيه نتاعنا يعني نجم الساحلي ونادي الصفاقسي نحب ولا نكره ثم اشياء تاثر كما قلت لك تاثر على تاثر على الفريق وتاثر على حتى على المدرب حتى على المدرب ما يعرف يبدا التفكير نتاعو ما يعرفش على روحه كيفاش التحضيرات لازمها تكون كيفاش اللاعبين لازمهم يحضروا هو البارح راضي في الكونفرنس دو بريس ضحك شويه قال كلمة زلق وبعد تراجع فيها قال فمش حتى مدرب يحب من لعبيته يمشي للمنتخب معناه وبعد قال بون تراجع شوية في الكلمة لكن تحسه متقلق معناه من داخل بطبيعة اوكي تبدأ عندك عدد كبير من اللاعبين موجودين في المنتخب التونسي ولا في حتى من المنتخب الجزائري ولا حتى في المنتخبات اخرى تتقلق يعني طبيعي طبيعي جدا ماذا بيه ديما المدرب من اللاعبين كل ما عنده منتخب يلعب ولا ما يلعبش ديما موجودين عنده المجموعة تبدأ موجودة عنده لكن كما قلت لك ديما الوقوف هذا يتوقف البطولة هو اللي يقلق اكثر وهو اللي يكسر الريتم نتاع اللاعبين ويكسر الريتم خاصة نتاع المدرب وقت اللي يجي ويحب يحط افكار جديدة في الفريق ويبني افكار جديدة في المجموعة دونك ديما يلقى روحه ويخدم على 11 12 13 لاعب والبقية تقام موجودين في المنتخب الاول المنتخب الاولمبي ولا المنتخبات الاخرى. تعلق ليسبيرونس الوحيدة قعدت مثل تونس في الكورس الافريقية النجم نحلموا مع ليسبيرونس السنة في تتويج افريقيا. الحلم بطبيعة مشروع لكن المشكلة انه الديكلاراسيون تاع جعادي والعام قال مانيش نلعب على تشامبيونز ليغ وهذيك نحات شوية ضغط على الملاعبية ونحات شوية ضغط على على البيرو وعلى جمهور الترجي تفهم انه راهو مش يبني جمعية جديدة. مانيش معاك ما يتفهم الجمهور الاسبيرونس ولا الكلوب ولا تصريحات من النوع هذا مانيش معاك. لا لا متفهم وانا نقول لك الترجي قعد اربع ماتشات ما ربحش والجمهور متقبل قاعد يشوف في جمعية. ماكش تتبع ماكش تتبع برشا. لا لا نحكي لا نحكي اون جينيرال مانيش نحكي على ناس متعصبة ولا ناس عندها هداف ولا عندهم مدرب يحبوا يجيبوه لا نحكي عن الغالبية العظمى نتاع جمهور الترجي يعرفوا اللي فما جمعية قاعدة تبني. نقول لك حاجة جمهور الاسبيرونس نصف نهائي تشامبيونز ليج ما لافيش. وهذا في قناعات حتى المسؤولين انفسهم. ما تنجمش تبدا موجود في الترجي وما تلعبش على الشامبيونز ليغ لكن الوضعيه نتاع السنين نتاع الاسبيرونس قاعده يبني في جمعي وهذاك علاش عادي توا خذا فرصته بدا بثلاثه في اللاكس بعد بدل رايو ما مشاتش الامور من الاول وبعد جا ورجع نتاع غايلان جا الريكروتمون نتاع بوغرين تحسنت الترجي الحاجه اللي تقلق في الترجي انه اي جمعيه تلعب لها بلوك با ولا تلعب لها معناها ترجع التالي تلقى مشاكل ما تلقاش حلول هذه اللي يتقلق في الشامبيونز ليغ يعني مش تلقى نيفو عالي وما تنجمش معناها ما يلزمك تربح يلزمك تنتصر خاصه في تونس يلزمك تنتصر سواء في دور ربع نهائي ولا نصف نهائي ولا نهائي مش تلقى كاليبر كبير والترجي شفناه قام مشاكل مع حمص سوسه قام مشاكل مع بن غردان قام مشاكل بالرغم فما فوليوم دو جو فما خدمه سورتو الوسط الميدان قاعدين يخدموا هي كما كانش من الاول تتعب الاسبيرونس كي تماكي من الاول تماكي حتى الثاني والثالث والرابع شفناها في اكثر من مقابله يصير السيناريو هذا ولا معناها انتصار على الفريق اللي في الجالاكسي وبعد جا انتصار على توالي اللي بعد ممكن بشهر دونك هذه اللي تقلق دونك السنكرونيزاسيون ما بين ايوالا ورشاد العرفاوي وعلي المرزوقي ايدو اللي باش يلعبوا ولا باش يبداوا الهوني والبدري اذا كان يرجعوا تتبدل برشا حاجات لكن ماهيش معناها سيربون فونسيف ما تمنش التالي سوا الجارديان راجع الفورمه نتاعو وصل الميدان كيف كيف غايلان وبرمضان واي واحد يلعب معاهم يتعدى معناها وبوغرين حكينا عليه برشا لكن الترجي راهو لازم ترقى حلول على المستوى الهجومي معناها والترجي معناها كما نقولوا كتاب مفتوح فمش حد شيء مش يتخبى الملاعبيه معروفين ليزادفيرسير يعرفوا بعضهم الكل دونك على المستوى الهجومي راهو يلزموا برشا مجهود والملاعبيه زاده يزموا قاعد يمركي ماتشات الاخرى كيف بن حموده لازم يكون حل اي بن حموده بطبيعه حل من الحلول القدام ونجم راني نقول لك انا بن حموده راهو النجم اللي تيتولير بن حموده حل كبير راهو النجم اللي تيتولير كره تونسيه راهو زاد ملاعبين يسحقوه برشا خاطر لكن صراحه كان يعمل نهايه موسم ممتازه نجم يكون في المنتخب بكل سهوله زاد معناها اكيد اكيد فارغ عنده امكانيات كبيره يعني لعبت انا حتى وقت اللي كنت في اتحاد بن قردان وهو كان موجود في مستقبل سليمان عدي في مباريات يعني ممتازه عنده امكانيات كبيره برشا بن حموده حق يعني في يجم في اي مجموعه يجم يكون موجود اساسي ومحلول شويه وقت بالباساج نتاعو الاول في الاسبيرونس ومحلول قدامه راهو نجم اللي تيتولير راني نقول لك شويه جراه من الكوتش معناها راهو نجم اللي تيتولير معناها خاطر ما فماش
مش ما فماش في الترجي راه تونس ما فيهاش مهاجمين. تونس هو العالم اللي يلوج على تسعه يبدا بالواحد. راك تشوف ايدو بالواحد اللي عنده خاطره في المونتالمون قوي ويتحرك برشا وجينيريو في الايفور ما يحسبش واحد هاكا مسلكها فك بلاستو اي كل كوفرتور ويتحرك برشا ما يحسبش معناها مش ماهوش بوتور وزيد يحسب. ما فهمتني جينيريو برشا في الايفور. انا قلت لك انا المشكله في الترجي في الواحد. تو جات الحلول شفنا ماتش الترجي شفنا ماتش ليتوال كومبينيزون تاع البلاريتي دار فما خدمه بوغرين. لكن المهاجمين الموجودين كل في الترجي لازم يضاعفوا من المجهود باش كيجي ادفرسير قوي ادفرسير معناها كاليبر كبير ينجم يتصل عليه الترجي. حتى بلاريتي نعرفوا مع فوزي بنزرتي ولا مع نبيل معلول كانت حل من الحلول لبلاريتي. إذا كان ما تمشيش الأمور تنجم تخدم خدمة على مستوى الكرة الثابتة وفما المدافعين طوال وفما المهاجمين تنجم تلقى الحلول. لكن في الوسط وفي الدفاع وفي حراس المرمى تراجي ما عندها حتى مشكل. دونك بارونتيز صغير حليناه على الاسبيرونس قبل الماتش اللي يبدا بعد شوية إن شاء الله بالتوفيق الممثل لتونس المقابل. باش نرجعو نحكيو على القرعة بعد شوية ونمشيو للدوحة مع زميلنا المولدي الجامعي لكن فاصل قصير وبعد رجعي.